بغر واسهن تي في وحن دوينا بلين انه وحكاير ويدينا ان مانتا حرياليها قود قرن سومالي لان رحمن هيان وحصوه صاري وراق ومركاسي اللي هي قدومية ها قولها وكيل سومالي عبد الرساق خليف احمد وان محايا هيدي قولوه حصانات انا كاقادة يسلمر كان محكمة لهور كيانا يسوقو قوضو بناسو دل اشدي ارن تام حاد كلاس عطا ما اخري دي هلكا سداد واركتها وحكا صوبة حري لانت أنا أقول لك أن هذا المشروع كان في المشروع ما ودخل لنا وحيد الوجود بيو جرعة برلمانك غضب كتطبعتنا دي السج تطبعتنا دي السجالات إيه دستور كينو وحقول يا حبين أما حبنا با جل يلا بدك جل يا قرن ككمل ده دي دم بيكش تو حرالن تا يا أود كسر عوجي سد عودة وحين أمري نيسا جل هو كتر سيا يبا وهو توتيت أما سد حميرود الله ميلود لما قد بين كرو لما طلبان كرو حلمانك حسانة بولي مركا وحنركا قدامي مع حكمة السرائين وقلي بس وكم مدن كرو هذه إلى اللي يعقب إلى اللي ركام إلا مدا وقلا إدا إلى اللي في شرف قال هنا هو يه وصل بس هم دعوينا وحويان بأرض كري أرض فرود عيويان أرض عصب ما حلمان نقول بين حكومة الوتيو الرئيس حدا حلمان حسان الله نقول بين سكر درا وحد داي وان شرع قال الله مرين حرانت وي وي قدمي محكمة كور جديدو كور جيسو وحين نقطة أي إن برلمان كين تلسي داي برلمان كحصار الله قدر الله إنه كان هذا برلمان كنوع جديد هذا بلغو حيل اللي واي سيدي مو مقرر يسوي حبي أي حكومة دو وقف الشرطة ويصير قدر برواق الساس وكلا حرانت مسقمة مقوله مسقمة سق كوي هذا يسان تنور كان سوى هذا يسوي حرانت وي وي واحد يقول هذا بده وين موسى وتكتي واحد تي حل كين أتكلم هذا يريده ويسقى عن مركز الله حلو ما له حلي كرا لكن محكمة لو ما قيل كرا الله ما حلي كرا مركزنا كوش قدر كتب بعثني يسقى وحقها يا حلمان كينا الحري كرين محكمة لو قد بين كرين الله طابن كرين إلا قوله يسو صدح ميراد والله ميراد حصار دك قادو وضد قول الله مريتا دل كنا قانون مصبي حد دستور بكوشوغا سم قف قصتو الحلنا وحويا دستور بيلان لي وحين قولي سال سليمان محمود أدرى قدومي أغل كسرائيل الله يسكحيرو ومحكمة دصوفة رقشتو دل كنا وقوم عمله بدون يا حلبان حسان اللي تجد وحنا لا يا رنكا وان كده يا حلبان كأنصحية أما أقول هذا وأنا رنكا هذا اللي كده قال من قدومي جيرة قدومي علي جبريل علي حامد جبريل حلبان هذا كرنكا وحنا لا الدستور كهذا إلى لي وإذا وحوي المارين بقى ما ضيد الله حساب صبي دونتا قلها بورت دستاس لك يا قدومي هذا وحنا حرالتي بقر محا حلي كان كلام السلاط هاي إلا ينبضن باي مك عبد الرساقسي مقيه هاي وحنا المحكمة كسو كتيدا محا هاي الحلال كسو جم محكمة جودنا كهذا شينا وعويح هرو يري بشي لبعض يبش اتحاد بويري حلي كان محا كلام السلاط هاي ده أنت أصلا مكسو وركتي أنا هو ما الدفاع يا عبد الرساق المحكمة اللي تاجو ما شخص كان سنة مدي الدفاع لكن وين وضد الله مرة وإن الله لا صفاء حسان ديسة يا شخصية ديسة عبد الرساق روح شجع من ضل كم يدوي شجع سومن لان جودي يدوي شجع والله هذا كرا حرانت وضد الله مرة تان لا يعني مدة كله وحلا هو حكيني هذا دي ويديسي حكومة دو حكومة في شلة دل كده ورشين كي كبتو ديمقراطية دينا يسعطو شروعينا يسعطو مانتا وحنو أركا إن قولي سريئي كعانكي ومدعوين المسبي هي حكومة ديسو أي ميل سكاكتا إن دلك قانون كيسي الدستور كيسي بقر ديوان قلين دي باسي عطا دا بقر ديوان قلين دي كار بقر اكاد حقا ديوان قلين دي كاركا سعطا مرحي دماتنا دورشة دي بان لقيلة يا تاميات كور قبين دورشة واحدة قيلة يو او مقدامة تنا مدلان قانون لهين والدستور لهين او واحدة قوك قلاتين وحوالي يعد إلا هبا دستور والاي هاي دستور والاي كي لبادي كوريا كودي لا سيحيب ولاي بقر كاسو ليو 97% سن أي أنصحيا إن لقوا عمر فروف عود الواقع هذا كم يانو الدستور كم حد كان يقول بودي سن دستوركي واقع مانتا أي مرة يسوي إذا أن حصارت اللي هي مجرد مدعوينا مو يعني
gudoomiyihii ninkii saddexaad ee dalka maanta in la yidhaahdo inay maxkamad fadhiya xilkii ka qaaday oo maxkamad dembi ku ogay oo xiday oo dastuurkii la laalo, annagu arrinkan ka hadlayna waa arrin sharci ah. Haddaanay jirin ciddii ka dhibeyd garaynaysa ama maxkamad ha ahaato ama cid kale ha ahaate, cid kasta oo xasaarad leh ama xisbiyada ha ahaato ama gudoomiyaasha xisbiyaasha ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama golayaasha qaranka ha ahaato ama qofka muuminka soomaaliga somalilan ka ah sharcigu ilaalinayo, anugu waxaan ka hadlaynaa qodobka 79aad ee qarankan dastuurkiisa baa la jebiyey, waxaana jebiyey xeeraalintii iyo ilaalin lahayd sharciga iyo maxkamadii sare. Ciddii la xisaabtami lahaydna waxa weeyaan waa golayaasha qaranka iyo madaxweynaha oo ilaaliyaha dastuurka ah madaxweynuhu. Anagu waxaan ka hadlaynaa wax sharciya mucaaradadna ka hadlimayno, wax kalena ka hadlimayno, dalka sharciga loo ilaaliyaan leena. Qofkii dembi gala in maxkamaddu la horkeero ama maxay wixii dembi u galay lagu qaado, arrintaa miyaa diidantay qaanuunka dalka u yaray in la hormariyo oo la yidhaahdo maxay sharcigu ku gefaa wax laga qabto ama qaranka dhibana ka ah tallaabaha laga qaado, arrintaa miyaad kasoo horjeedaa? Qofka maxkamadda la marinayo iyo sida loo xukumaya dastuurka ku taalla in laga weeciyo oo wada khaldan la mariyo unbaan ka hadlayna anagu. Maan ka hadlayno Cabdisaaq Khaliif waa qof bini aadana, waa bashar, madaxweynaha dembi lagu qaadi karaa oo sida loo xukumayo ay taallaa xukumku. Anugu intaan iska fadhiisto ama golo baarlamanka iska fadhiisto ama cid iska fadhiisato qof xasaanad lahaa wadadii looma marin, looma baarlamanku ma eriyi karo madaxweynaha, madaxweynuhuna ma eriyi karo. Waxa weye waa saddex hay-adood oo kala banaan oo sharci dejinta iyo fulinta iyo haddii alaba leeyahay qolada tan qaanuunka iyo sharciga way kala madax banaan yihiin. Qolana qolo ma eriyi karto, waddo loo maray leedahay, waddo loo maro. Dad badan oo adigii Cabdirasaaq, dad badan oo boqor sukuyin garanaya adigii Cabdirasaaq, waxay odhan karaan marka ay waraysigaaga dhegaystaan, boqorku wixii qaranka Soomaaliland dhibanaa ka ahaa waxa uu ka doorbidayaa inanku abtiga u yahay, isna abtiga u ah, arrintan baad ka jawaabaysaa? Horta Cabdirasaaq waxa weeye waa guddoomiyihii qaranka weeyaan, wuxuu ka baxayaa marka xilka uu waayo, xubinimada uu waayo, wuxuuna ku maqan yahay ergo uu madaxweynuhu u diray buu ku maqan yahay oo dalka laascaanoodu joogaa. Cid uga yeedhay baarlamaankuna ugama yeedhin, madaxweynuhu ugama yeedhin, shaqu ku maqan yahay, hadduu kalfadhi ka maqnaaday, hadduu wax kaleba shaqu ku maqan yahay. Laakiin anugu waxaan qabaa Cabdirasaaq waa la eri karaa, golihiisa sharciga ka qaadi karaa, xubinimada laga qaadi karaa, guddoomiyenimada laga qaadi karaa, wadadeedii in loo maraan ka hadlayna, anugu dastuur baan ka hadlayna. Cabdirasaaq qaraabo aan ahayn iyo aanan ahaan ka hadli maayo anugu. Kama difaaci karo Cabdirasaaq anugu dembi uu qabo oo qaranka ka galay, kama difaaci karo. Laakiin waxaan leeyahay wadadan la maray Cabdirasaaq ma ahe nin baa layidhi ilga war il walba xukun buu yidhi. Xubin kasta oo baarlamanka guddoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan aroorta inanka maxkamaddu intuu fadhiisto ayuu odhanaya waan eryay, waan xilay, xasaanadii baan ka qaaday. Waxaan leenahay annagu qof kasta oo mas-uula madaxweyne haato dhowrsanaan buu leeyahay, baarlamanka haato, xubin kasta haato, sharciyada ha loo maraa leenahay anagu. Waa tahay wadahadalwaxaad sheegteen Cabdirasaaq wafdi uu diray madaxweynihii erga uu diray uu ka mid yahay wadahadallaa socday oo dhinaca muqdishona wafdi baa tegay, adiguna kamaad marnayn oo gacan waad ku lahayd, maxay arrintani ku keenaysaa in la wada hadlo iyo laysu soo dhawaado? Horta garaadada tegay waxa weeyaan waxay ku tageen anugu afayeen umayihi garaadada, waxa weeyaan garaadadu waxay ku tageen gudi madaxweynuhu ogolaaday ee dhexdhexaadinta ahayd iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hawshoodii wadata u yeelatay. Maxay xamar u tageenna waxa weeyaan dee lama odhanayo xamar weynu kala xilayna dowladda iyadaa furtay, iyadaa Xasan Sheekh Maxamuud dhexdhexaadiisiisa aqbashay, iyadaa soo deysay oo ogolaatay odayaashii dhexdhexaadka ahayd xamar, iyadaa calanka laascaanood in lala soo galo wasiiradii ay joogaba ogolaatay, calanka madow in laga taago laascaanood. Waxaasoo dhani waa wax history oo caddaan oo taariikh le weeyaan. Laakiin anugu waxaan ka hadlayaa Cabdirasaaq siday dowladdu u dirtay, intaan ka ogahay dowladdu iyo golayaashu midlama fadhiisan oo ergadii loo diray iyo waftigii lagu ambabixiyey iyo jasinkii lagu siiyey inta la diray lama odhan soo noqo oo shaqadaadiibaa ku baahanay soo noqo. Cabdirasaaq hadduu intaa uu joogay dembi galana dembigii uu galay wadadii loo mari lahaa way cadda oo dastuurka sheexayo qodobka 79aad baa sheexayo, ana ma diidani inuu lagu ogo Cabdirasaaq dembi uu galay. Saaxiibnimo iyo walaalnimo iyo abti iyo ilmaabtinimo midna toona kuma difaaci karo. Boqol imika dhinaca Ingiriiskaad usii socotay, xagga Ingiriiskaad joogtaa, dalkii dib u soo jeheen meeshii miyaa oo dalka xaaladihiisa amni iyo waad ogtay gobolkii Togdheera
waxba ka socda meelo badan waxba ka dhacay odayna waad ahayd in xaaladaha maxaad kala socota dalkiisa ma u soo jeeda imika dalka waan imanaya dalkana maanta dawladda dhibaato ka socoto dhibaatadaasna waxa weeyaan inaan wax ka qabanno iyo inaan ka odayeynaba diyaar baan u nahay mar walba waan ka hadalaa waqtiga waxa bootay aan islaadno arrinkaas waa laga shaqayn kara waan ka shaqaynaynaa arrimaha kalena baaqooda iyo nabadgelyadooda iyo raggii dhigayga ahaa oo dhan iyo wakiiladayadii iyo cid waliba way ka shaqaynaysa aad iyo aad baad mahadsantay kaas u ahaa boqor cismaan aw maxamuud maxamed oo ku sugan dalka ingiriiska oo aanu khadka telefoonka kula xidhinay boqor aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waqtigaadna siisay waad mahadsantay